الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية ببغداد فيما انخفضت في أربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,000 لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148,000 لكل 100 دولار. أقرت هيئة المنافذ الحدودية بضبط 86 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، واعترفت الهيئة أنه بعد إجراء الكشف في البحث والتحري تبين وجود إطارات للعجلات الصالون والشاحنات، وفي حين يشير كتاب الإعفاء إلى وجود إطارات للمعدات الزراعية، ما سبب هدرا بالمال العام يقدر ب90 مليون دينار عراقي. ويمثل ملف التهريب واحدا من أبرز الملفات التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، حيث تتم عمليات تهريب البضائع والمواد المختلفة من خلال ما يعرف بالمعابر غير الشرعية أو من خلال الغش والتلاعب بالمواد المهربة. أعلنت خلية الإعلام الأمني عن محاولة تهريب 150 كيس طحين ضمن مفردات البطاقة التموينية، وذكر بيان للخلية أن قيادة عمليات بغداد تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة الطحين بعد رصدها قادمة من محافظة بابل باتجاه محافظة بغداد، حيث تبين أنها تحمل 150 كيسا من الطحين من مفردات البطاقة التموينية معدة للتهريب لبيعها في الأسواق التجارية. قال خبراء اقتصاديون إن الانهيار المتسارع للعملة اليمنية في الأسابيع الأخيرة رسخ واقعا تجاريا وماليا يرفض التعامل بالريال ويقبل فقط بالدولار الأمريكي في كل شيء من الغذاء إلى السلع الأخرى، لا سيما في عدن التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، كما يمتنع التجار عن البيع بالآجل، ما يفاقم الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون. ويؤكد سكان في عدن وبعض المحافظات الأخرى الأكثر تأثراً بانهيار العملة المحلية أنهم يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعارها بصورة قياسية، مقابل انعدام السيولة المالية لديهم وعدم القدرة على اتباع ما اعتادوا عليه مؤخراً من الاستدانة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية. فرضت السلطات الصينية غرامات على شركات التكنولوجيا العملاقة ومن ضمنها علي بابا جروب وتينسنت هولدينجز لعدم قيامها بالإبلاغ عن عمليات الاستحواذ التي تمت لتلك الشركات. وبحسب إدارة الدولة لتنظيم السوق، فإن الشركات فشلت بالإبلاغ عن 43 عملية استحواذ حدثت قبل 8 سنوات بموجب قواعد الكثافة التشغيلية، وأن حجم الغرامات قد يصل إلى أكثر من 3,400,000 دولار. هذا وشنت بكين حملات لمكافحة الاحتكار وأمن البيانات وغيرها من الإجراءات الصارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ أواخر عام 2020. ختام الموجز، إلى اللقاء.